شو بيعمل له الراتب هذا؟ بيصرفه 5 أيام، بيصرفه 10 أيام هذا الراتب، 20 يوم هذاك بينزل على الطريق، بده يقطع الطريق ليطعم الأولاد. تسعة 99% من مجتمعنا عايش المأساة، مأساة في عنا في مجتمعنا نتيجة غلاء المواد الضرورية للحياة، لاستمرارية الحياة. في حالة مش طبيعية بالبلد، وفساد منتشر مع الأسف، فساد كثير كثير بكل جهة، يعني شيء بيوجع القلب. في لعبة كبيرة عم تلعب بهالبلد، شو قصتها ما بنعرف، يعني صدقا الواحد وينه يسكر وينه يشتغل. وضع المحروقات، مازوت، الخبز، المأساة. إذا بدك تروح تاخذ خبز بدك تروح نص نهارك لتاخذ خبز ربطين على بيتك. يعني بنفس الوقت اذا انت بدك مازوت هلا تدفر مثل اللتر وصل 3500 ليرة، غيرات قادرين يسافر يفتحوا لنا باب فلي كله بتفل، كله شباب مضطهدي ومقهوره وكله بتفل كله بتطش.